أمس شهد مخيم الشرقاط الذي يسمى مخيم بستان الشيوخ للمهجرين أو النازحين. وزارة الهجرة لها رأي بأنه تنهي ملف النازحين، فأمرت بغلق بعض المخيمات في مناطق جنوب الموصل وتم ترحيلهم إلى قضاء الشرقاط. الحقيقة أغلب الموجودين يعني يقال بأنهم من ذوي الدواعش، هم ليس مطلوبين أمنيا في الحاسبة، ولكن ذويهم أبوها وأخوها وأغلبهم من النساء والأطفال، زوجها وأبوها وأخوها كان داعشي. فارتأت وزارة الهجرة أن تنهي ملف النازحين، حولت هذا المخيم، أغلقته، جابت 10 قاط، أكثر من 150 عائلة، أغلبهم يعني أقربائهم دواعش. إحنا الاستخبارات يعني ذهبت إلى المخيم المطلوب في الحاسبة، يتم إلقاء القبض عليه وإرساله إلى الجهات الأمنية. أما اللي ما عنده شيء فراح ننتظر ذوي أو أقرباء يجون يتكفلونه ويخرج إلى أهله.